دكتورة فادية مغيث، جماعة مصريات مع التغيير. أنا نازلة علشان كل الأسئلة اللي طرحتها الثورة وكل المطالب اللي طرحتها الثورة لم يتحقق منها بند واحد، بل بالعكس نشعر أنه هناك تحالف وهناك قيادة مبرمجة من صلاحيات الرئاسة المتجمعة في 19 قيادة من المجلس العسكري بتستخدمها في الاتجاه المضاد للثورة، وهذا طبعا غير لائق وغير شرعي وغير أخلاقي بالنسبة أيضا لما تصوره الشعب المصري. حتى كل منجزات الثورة، بل بالعكس هم أرادوا أساسا أن تنتكس الثورة، وأرادوا أن يزحفوا عليها بردة حقيقية، وأرادوا في الفترة الماضية أن الكتلة الصامتة تتحرك في الاتجاه المضاد للثورة ويقولوا ويهتفوا بصوت عالي ملعون أبو الثورة على اللي عملوه، وهذا هو الهدف، ولكنه لن ينطوي علينا ولا على الثوار. ونحن مطالبون للأسف ليس بمطالب، نحن مضطرون اليوم أن نرفع الشعار الذي رفعناه في الدورة الأول، إسقاط النظام، لأنه حتى هذه اللحظة لم يبنى طوبة واحدة في البناء الجديد ولم يهدم عمود واحد من الأعمدة القديمة. نازلة النهاردة بالأولاد؟ طبعاً. أنا طول عمري بنزل بالأولاد وكل الأسر، أنا لست من فريق الكنبة زي ما بيقول. معلش أنا أتعرف عليهم بعد إذنك. اتفضل اتفضل. اسم حضرتك؟ اسمي رحمة ناصر. اتكلمي. نازلة ليه النهاردة؟ نازلة ليه النهاردة؟ نازلة ليه النهاردة؟ طب استنى اليافطة طيب. نزلي دي وكلمني. عشان خلصي عشان عمو كده بيصور. انا مش عارفه. انت نازله مع ماما النهارده عشان ايه؟ عشان كل حاجه تتحقق و لابسه كام ثوره تنجح. ويتين برافو عليك، برافو عليك. طيب شكرا. شوف اختك طالعه في نفسك. ياسمين رمضان نازله النهارده ليه؟ نازله عشان مش اي حاجه اتحققت وكده، هم فاكرين ان احنا نسينا ومعندناش ثوره، بس احنا نازلين النهارده عشان نعمل ثوره ثانيه. شكرا. انا عاوز اكمل معاك.